عبد الحليم حافظ اسمها فوازير. هو كان بيقول فزوره على المسرح ومفروض ان الجمهور هو في الاخر يكتشف الفزوره دي ايه. فانا هقول جزء اللي هو تأميم القناه، يعني ساعه ما رجعت لنا. هو بيوصف ايه اللي حصل والناس المفروض اللي هترد على ده. مش هقول بقى المقدمه، هي المقدمه عن الفوازير وكده. جدي نشاها بإيده بناها، لكن راح في ترابها مجاش، فاتها بحالها ومالها لأبويا، لكن أبويا ما ورثهاش. جدي نشاها بإيده بناها، لكن راح في ترابها مجاش، فاتها بحالها ومالها لأبويا، لكن أبويا ما ورثهاش. يسكت أبويا هيعمل إيه، والسد جنب النار حواليه. يسكت أبويا هيعمل إيه، والسجن بالنار حواليه. وانا جهدوري مع الحرية، انا دم الثورة غلي في ايديا. انا جهدوري مع الحرية، دم الثورة غلي في ايديا. خدتها منه غصب عني، وتعب جدي ما روحش بلاش. انت عهد الضلال، عدلنا المال الحلال. انت عهد الضلال، عدلنا المال الحلال. يوم ما أممنا قناة. يسكت بقى في الجمهور يقول القناة.